الله معكم مشاهدي مريم تي في بحلقة جديدة من إنجيل الأحد مع أبونا جوزيف عبد الساتر الراهب الأنطوني. أهلا وسهلا فيك أبونا. مثل العادة بنتأمل بإنجيل الأحد، ونحن وصلنا للأحد السابع من زمن العنصرة، إرسال التلميذ 72، إنجيل لوقا. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إنجيل لوقا الفصل العاشر من الآية الأولى للآية السبعة. وبعد ذلك اختار الرب يسوع 72 آخرين وأرسلهم 2-2 يتقدمونه إلى كل مدينة أو موضع عزم أن يذهب إليه، وقال لهم: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. اذهبوا، ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب. لا تحملوا محفظة ولا كيسا ولا حذاء، ولا تسلموا على أحد في الطريق، وأي بيت دخلتم فقولوا أولا: السلام على هذا البيت. فإن كان فيه من يحب السلام فسلامكم يحل به، وإلا رجع إليكم. وأقيموا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم، لأن العامل يستحق أجرته، ولا تنتقلوا من بيت إلى بيت. أمين. بهالأحد هذا اللي هو يسوع يرسل الاثنين والسبعين، سبعين تلميذ، بنشوف بالواقع البشارة وانتشار البشارة في أقاصي المسكونة، لأن الرسل الاثني عشر يلي كانوا محيطين بالرب يسوع المسيح كانوا هن عمالي يبشروا في إسرائيل، في الأراضي المقدسة في فلسطين، عمالي ببشروا هون كانوا، وكانوا هن رسالتهم مع اليهود، وقال لهم عدة مرات: أول شيء خلينا نحن نبشر أهل إسرائيل بالأول وننطلق إلى العالم. هون يسوع إلى جانب الرسل كان عنده تلاميذ بيعطيهم 72، لأنه الرقم 7 هو رقم الكمال، لكن كتار من الأشخاص يلي كانوا تابعين يسوع المسيح كمان ساهموا في البشارة، إنما الخيار كان ليسوع، هو اللي اختارهم حتى اللي يروحوا إلى أقاصي الأمم. اختاروا 2-2، يعني بأن هون الإنجيل 72 آخرين أرسلهم 2-2 يتقدمونه إلى كل مدينة أو موضع عزم أن يذهب إليه. ليش 2-2؟ أول شيء فيها شيء من الحكمة بهالرسالة هذه، لأنه دائما وقت اللي بيكونوا اثنين مع بعضهم، قال شو قالوا المثل شو بقول؟ رفيق قبل الطريق. بس يكونوا مع بعضهم البعض يعني بيساندوا بعضهم البعض، إذا حدا زعج، إذا حدا مريض، إذا حدا صابوا شيء، في حد منه خيو. الناحية الثانية 2-2 إنه ما عادش كل واحد يتفرد لوحده بالتفسير، صار في شاهد معه على التفسير الصحيح، لأن رايحين هن يبشروا باسم الرب، بده كل واحد منهم بده يحكي، بده يبشر. خيو هو شاهد على صحة أيضا ما يقول، يعني بقدش الواحد يقدر يطلق العنان لأنه هو يقول بس قناعته، رايح يقول يبشر باسم يسوع المسيح. النقطة الثالثة بيساندوا بعضهم البعض في العقيدة، أنه إذا واحد مثلا ما قدر شرح منيح الغير بيسنده. وبعدين 2-2 قادرين يشهدوا للمحبة. أنا إذا راي عم بشر لوحدي بشهد بالمحبة للناس عمالي بشرون بدي، ولكن وقت بيكونوا بيشوفوا 2 إخوة مع بعضهم اللي هن تلميذ عمالي ببشروا بفرح وبحب، هيدي أحسن شهادة، لأن يسوع المسيح بهمه أنه العالم تدل عليهم انظروا كيف يحبون بعضهم بعضا. هيدي أحسن شهادة بيأدوها للرب يسوع المسيح. طيب ليش مش أكتر من 2؟ أول شيء بعكس الشغلة 2-2
بدل ما يبعثوا واحد واحد كان بعثهم على 70 على 70 مدينة، اثنين اثنين راحوا على 35 مدينة ربا. ليش بقول؟ من ذلك من الحكمة أن يكونوا اثنين اثنين. هلا ليش مش أكثر من اثنين اثنين مبدئيا؟ يعني كل اثنين أكثر من كافي، كافي أنه يروحوا عمالي ببشروا أحسن ما بعدين بصير في تكرار بالاشياء، بصيروا عضبوا على بعض ربما او تيسمح لحاله يكون هو الثالث بيناتهم، لانه على قاعده مجتمع اثنان باسمي الا انا كنت الثالث بينهم. هيدي نقطه كثير اساسيه، انه هن اللي راحوا هلا يبشروا هالتلاميذ هودي عم بشروا اثنين اثنين لانه يسوع هو الثالث بيناتهم، هو كان الثالث بيناتهم. هلا كان بعثهم يروحوا يفرشوا له السك، يفرشوا له الطريق. بعثهم إلى كل مدينة كان مزمعا أن يذهب إليها. شو معناتها الشغلة هيدي؟ الشغلة هيدي معناتها أنه مش أنت اللي بدك تغير، يسوع هو اللي بغير. أنت رايح فروش السك، شو بقول مار بولوس؟ أبولوس زرع، بولوس سقى، أو العكس، بولس زرع وأبولوس سقى، ولكن من هو الذي ينمي؟ الله هو الذي ينمي. روحوا فرشوا السكة قدامي، لكن عرف واحد منكم بده يسقي، واحد منكم بده يزرع، واحد منكم بده يفلح، يعني ولكن عرفوا أنه مش أنتوا اللي بدكم تغيروا، أنا اللي بدي أغير. التغيير بتم على يد الرب يسوع المسيح، هو يلي بده يغير مش هني اللي بدهم يغيروا. فرشوها حتى لما توقعوا بالتكبر، حتى لما توقعوا بالادعاء، حتى لما توقعوا اذا بدك بالكبرياء انه نحن اللي عملنا. لا، انت رايح هي الطريق وواضع فيها. يتقدمونه الى كل مدينه او موضع عزم ان يذهب اليه. وقال لهم هون الحصاد كثير اما الفعل فقليلون. الحصاد كثير اما الفعل فقليلون. يعني اليوم إذا بدنا نشتغل بحق للرب، ما نفكر إنه في عدد بيقدر يكفي. وشافوا هني هذا الشيء، إنه الحق كتير واسع، الحصاد كتير، الفعل قليل. اليوم بتقول بس إن هالكنيسة هذه فيها اثنين أو ثلاثة، اثنين وثلاثة بيشتغلوا على قد اثنين وثلاثة، لكن إذا في أربعة وخمسة بصير الشغل أكتر على أربعة وخمسة. بعطي مثل صغير، مثلا تفترض زرعية كبيرة فيها كاهن، يمكن يقدر يمروا كل شهر مرة يناول المرضى، اثنين كل 15، ثلاثة تقريبا كل أسبوع. مزبوط. يعني أنه نحن اليوم قد ما يكون حق للرب واسع، ما بيقدر، يعني ما في عدد بس بيقدر يحده بالشغل وبالعمل. حق للرب هو كثير واسع، اطلبوا. وهالطلبة هيدي دايما نحن شو بنقول بأسبوع الكهنة؟ أعطينا يا رب كهنة قديسين، أعطينا يا رب كهنة قديسين. واليوم هون بفتح هيك كتف صغيرة، يعني بين هلالين بين سنتين، نعرف انه بالسؤال اللي سألتيه انه في عنا تلاميذ كتار كانوا من تبع يسوع، منهم رجعوا فلوا وراحوا، لكن هو اللي بيختار. انه عملية الدعوة منا عملية مزاجية، انه انا حابب بدي، مش مهم انت تكون حابب، مهم هو يختارك. انا اللي اخترتكم مش انتو اخترتوني. وكتير مهم انه بالخيار الانسان بده يعمل التمييز، كتير مهم التمييز بالدعوة، انه الواحد يميز بالواقع انه ربنا داعيني يا اما انا داعي حالي لعنده. وهون هذا صار غير بحث وغير مجال، بده كثير وقت هذا، لانه في كثير اسئله بتنسال انه ليش عم يميز بيني وبينك مثلا، ليش عم يميز لك دعوتك عن بركي انا حابه بس تختارك لك، ليش عم يختارك لك وما عم يختار رغبتي لي؟ لا لك ليش؟ بكل بساطه الدعوه هي ثلاث انواع: الدعوه الى الزواج، زواج دعوه طبعا، دعوه الى الحياة الرهبانية إلى التكرس، والدعوة إلى الكهنوت. ليش أنا داعيني ما داعيك لإلك أنت؟
لأنه بشوف أنه طريقة ديستيك ربما أنت تكون عبر الزواج. فلان أديسته عبر الكهنوت، كهنوت الخدمة. ولذلك بشوف قديش أهمية الكهنوت. صحيح نحن كلنا بنشترك بكهنوت المسيح العام من خلال المعمودية، ولكن في الكهنوت الخاص اللي هو كهنوت الخدمة هيدا بده يكون واحد مدعو. هلا في بعض الطوائف بتقول انه نحن نشترك بالكهنوت العام، ما في لزوم لسر الكهنوت الخاص او كهنوت الخدمه. فاذا بعثهم وقال لهم اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعلة الى حصاده. مش كل واحد طالع عباله يحصد يعني. صحيح. الحصاد. العمال قليلون. انا هون في عندي تعليق صغير عليها بيكون. صحيح العدد قليل، بس العدد عم بيقل لأنه اللي بيشتغلوا قليل. في فعل أوقات ولكن مش الكل شغيلة. نحن ما نطلب من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاده بوقت، وبذات الوقت كمان أنه الموجودين يكونوا فاعلين. صح. اليوم خذي بالعيال، ليش مثلا بتلاقي عائلة ناجحة عائلة مش ناجحة؟ طلعي وفتشي شوفي قديش هالأم والبي ملتزمين بدعوتهم، ملتزمين بالأبوة والأمومة بتربية العائلة، قديش عندهم حضور، قديش هذا الحضور، الحضور كتير مهم. لذلك مش المهم بس العدد، صحيح له أهميته، ولكن المهم والأكثر هو العمل بهالعدد الموجود. العدد الموجود يكون عمالي يفعل ويعمل. بيرجع بقلون اذهبوا ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، وهي كنا حكينا عنها كمان. صح. بين الخراف بين لا تحملوا محفظة. ألا كالخراف بين الذئاب. تقلون أنتوا رايحين تبشروا بالسلام، رايحين تبشروا بالمحبة، أنتوا حملين بين الذئاب، بترجيكم لا تؤخذوا بمبادئ الناس ومبادئ العالم يلي بتجركم إلى أن تكونوا ذئاب. ابقوا حملانا كثير، بس بشدد عليه كثير، لأنه بالنهاية أنت رايح بدك تكون، يعني تصوري أنا اليوم عمالي ببشر بالسلام وبالمحبة، بين لحظة والثانية بيطلع خلقي بنسوا في السلام وبنسوا في المحبة، وبقول له وبنجر الى مواقف الناس. يعني الواحد وقت بيحكي مع الثاني او بيتخانق هو بيقول له عارف حالك مع مين عم تحكي؟ عم بتقيس كلامك؟ او مثلا اوقات لا سمح الله يمكن نحن ننجر الى اخذ هيك موقف، شو بكون نسفنا السلام ونسفنا. بدك تبقى مثل الحمل رغم كل شيء. يعني عم يذكرهم انه انتم لستم من هذا العالم. لستم. بعدين في شغله ملفين، انه الواحد اذا كان عمالي بيعيش هالمبادئ هيدي اوقات بيضحكوا عليه وبيعتبروه انه مش رجال ياخذ موقف يتصلب. شو هالحمل الوديع بينعتوه فيها، فاصبح ما اوصانا به صار ينعتونا فيها، ينعتوه فيها واحد سلبيا. من هون الى هالشيء هيدا مثل ما قلنا انه هالانجيل انا بدي اقيس حياتي عليه. هيدا مش بس مكتوب للاشخاص اللي تكرسوا. اليوم الام من هي كاهنة عائلتها، البي من هو كاهن عائلته. انا وقت اللي بدي اقرا بهالانجيل هيدا بدي اقول انا تلميذ من تلميذ يسوع. كنت بالمعمل، كنت بالمدرسه، إن كنت شوفير التاكسي، شو ما كنت، أنا بدي أعتبر حالي تلميذ من تلميذ يسوع لو ما كانت دعيني للتكرس. وأنا تكون تلميذ بدي أنشر هالسلام هيدا وين ما رحت وين ما جيت، معناتها أنا بدي أفرش هذه الأرض. هو اللي بده يغير. قديش أنا اليوم حتى كشخص علماني من خلال عملي شو ما كان يكون، أيا كان العمل هيدا، سواء كنت بأعلى المراتب أو سواء كنت بأوضع الأعمال، أنا مدعو أنه بالواقع أدي هذه البشارة.
وتقول أرسل فعل إلى حصادك، مش بس قضية كهنة، لكن الأشخاص اللي تعمدوا جعلهم أن يكونوا بدور كمان هالفعل في كرمك يا رب. قديش أنا قادر اليوم مع ضغوطات العالم يلي عمالي منعيشه، مع المواقف اللي بتاخذها ضدنا العالم، خاصة إذا لقونا، إذا لقوا شخص عم ببشر بالرب، عم بيكون طيب، بحس أنهم عمالي بيستغلوه. هلا وقت اللي عمالي بيستغلوك، اصحى تقلب ذئب، خليك حمل، ولكن ما تنسى ودعاءك الحمام حكمك الحياة. أنا أوقات كتير بقدر أخذ موقف لا بدون ما أجرح، وبكون عم بعمله عن حب. يعني وقت اللي الولد بده يقوم بعمل مشين أو ما بده يدرس، يعني إذا أمه أو بيه بده يقول له إيه، يعني بده يلبي له إنه يلعب يلتهي، بس إذا قال له لا بكون عمالي بيكرهه لما بيحبه. نعرف نميز إنه أنا وقت اللي بدي أقول لك لا، عمالي بقول لك لا لأني أنا بحبك، أنا عمالي بقول لك لا لأنه شعرت إنك أنت كتير اتكالي صاير وقليل الخصية، بدي أعرف أقول لك لا تختبر حالك بالشغل وبالعمل. وبقول لهم بعدين أنا عمالي برسل، اذهبوا أنا برسلكم مثل خراب بين ذئاب، لا تحملوا محفظة ولا كيسا ولا حذاء ولا تسلموا على أحد في الطريق. بمعنى أنه يلي عمالي بيشتغل بحق للرب، الرب ما بيتركه، ما بيتركه. الأب فاضل سيداريوس بكتابه بيقول بقراءة حاطين نحن بالصلوات، أنه أوقات كتير المؤسسة وقت اللي دخلت إلى حياة التكرس قتلت عندهم روح النبوءة. بدنا ننتبه، كل عمل منقوم فيه، كل عمل منقوم فيه، كل شيء بدنا نبنيه، كل شيء بدنا نعمله، قبل ما بلش فيه لازم أطرح السؤال، هل سيتمجد اسم الرب من خلال هالعمل؟ يا أما بده يكون عالي علي أنا. ما تاخذوا شيء، بمعنى أنه اتكل على الله. نحن أوقات كثيرة غير ما نختبر الشغل بإيدنا أوقات ما منصدق. تومة وقت العمالي بيقول لي هيك أنا مش لازم أعطى الهم. وياما أشخاص لأنه كانوا مؤمنين بهذا الكلام وما أطلوا هم، لمسوا كيف أنه الله ما بيتركهم، لمسوا كيف انه الله بيعطيهم بوقت وبيعطيهم الشغله بحينها، لمسوا هذا الشيء. ما تحملوا هالامور كلها سوا يعني حتى اللي ما تلهيكم، لانه كلمه الله بده الواحد يتاملها. كلمه الله بتعرق اذا بدك تبشر فيها، وخاصه احسن بشاره فيها هي انك تعيشها. اليوم شو ما اذا انا كنت عمالي ببشر بكلمه الله وبالواقع ما عمالي أحد يلمس أنه أنا عايش الكلمة، بشر بالمحبة ومن يعيش المحبة، بشر بالسلام وما في عندي سلام، بشر بالاتكال على الله تعالى وأنا أول واحد بيعطي الهم، بشر أنه عدم الخوف من الموت وقت اللي بتيجي بتقرب ساعتي بلش أرجف وخيف. في قصة اسمه الديالوج دي كارميليت، حوار الكرماليات، وقت بتجي وحده بتتكرس بالدير تستقبلها الرئيسه وبتقلها بالدير في عندك صعوبات وكذا والى اخره، ونحن نؤمن بالقيامه ما بدنا نخاف. قالت لها انا بتكل على الله وان شاء الله الخير. سقبت وقت اللي فات سخنت الرئيسه وعلى فراش الموت، كانت رافضه وضعها هي وعم بتموت. بدي بالله بالقصة يعني فمن هين الشغلة. وقديش بتختبر ذاتك انت وقت اللي تمتحن بهذا الامر، قديش بتلمس انه الرب معك. فاذا بقول لهم هوني ما تاخذوا اي شيء، بدكم تحطوا السلام، وين ما رحتوا بترموا السلام. اذا كان هالبيت صاحب سلام، سلامكم بيروح، اذا لا فسلامكم يعود اليكم. شو معناتها؟ مش معناتها كرهوه وتركوه، معناتها انه اذا رحت وانرفضت
ما تفقد سلامك. إذا رحت من رفضت ما تفقد سلامك. أنت طالع ما تطلع عم بتكرفت. طلع وحامل بالوقت ذاته سلامك اللي كنت بدك تحطه بهذا البيت. هيدا بهالارسال، وكل واحد منا هو مرسل يعني. وانا برجع بقول انه دور المراه، دور الام كثير مهم. لاحظي بالبيت اذا كان الرجال معصب، عرفتي كيف؟ بعصب لوحده بتضلت ام تراضي. بس اذا الام عصبت البيت كله بعصب. صحيح، لان ما حدا بيعرف يراضي مثله. مش بس هيك، ما عنده هذا السلام اللي بتعرف تنشره. صحيح صحيح. طيب أبونا، اليوم كتار من الشباب من وراء الوضع اللي نحن عم نعيشه صاروا كتير ضايعين، صاروا محتارين شو بدهم يعملوا بمستقبلهم، ويمكن أقرب إنجيل اليوم بيقدر يخليهم شوي يحسوا بالأمل هو هذا الإنجيل، لأنه الدعوة والإرسال اللي بيرسله ربنا لكل شاب وصبية محطوط ومخطط لإله يعني. ولكن شو الزواد اللي بتعطيهم إياها اليوم؟ هن يمكن هلأ أبواب هجرة، يمكن على أبواب يأس، يمكن قطعوا أبواب اليأس حتى وصاروا بقلب اليأس. شو بتقلن اليوم انطلاقا من هذا الإنجيل؟ كيف بيقدروا يحسوا شو هي فعلا دعوتهم، وكيف بيقدروا يعيشوا السلام بقلب التخبط اللي عم بيعيشوه؟ ولا مرة الظلمة بتجي بالنور. النور هو اللي بيخترق الظلمة. وإذا كنت عايش بالظلمة عرف أنه النور هو أعجوبة ربنا بيعطينا إياها حتى نخترق كل الظلمات. آمن بهذا الشيء تجده. يعني رح يلاقوا شو لازم يعملوا. أكيد أكيد، لأنه أنا أؤمن أنه الله بي، والبي ما بيترك ولاده. ولكن إذا ولاده هلأ هيك خايفين شوي، وحقهم يمكن يخافوا على مصيرهم بوقت نحن عم نعيش ظروف ما حدا بيعرف لما بتوصلنا، هذا الخوف كيف بيقدروا يعملوا هذا المسار تيتخلصوا منه؟ صحيح، يمكن نحن عم نحكي، يمكن في أشخاص بقلب المعركة، بقلب الخوف، بقلب النفق. أنا شخصيا ما بقدر أعطيه هذا، ولا كلامي بيقدر يعطيه. بقول له خوفك شكيله إياه، احكي معه، هو الوحيد اللي قادر يشيلك من هذا الخوف. هيدي كلمتك الأخيرة لهذا الأسبوع. هيدي هي الزوادة اللي كل شاب وصبية وكل حدا منا بيتعرض لخوف، بيتعرض ليأس، إنه يكون عم بيشكي لربنا لحتى ربنا يرجع يقول له شو لازم يعمل. أبونا جوزيف عبد الساتر، أنا بدي أشكرك على هيدي الحلقة، ونتلاقى إن الله راد الأسبوع المقبل. مشاهدينا وصلنا لنهاية الحلقة، إن الله راد نتورنا بالأسبوع المقبل بحلقة جديدة.